لخبر تاني. الموضوع اللي هكلمكم فيه النهارده هو الصراحه شيء انا شخصيا انبهرت بيه جدا، هي ان وزاره السياحه والاثار قدمت خدمه تقدر من خلالها انك تزور الاثار المصريه وانت قاعد في بيتك. ده طبعا دعما للناس عشان تقعد في بيتها، ودعما برضو لمبادرة خليك في البيت، يعني القعدة في البيت هتديك فرصة، موجود قدامكم على الشاشة اهي، تديك فرصة تعرف اكتر عن تاريخ مصر وحضارتها. موجود قدامكم على الشاشة تقدروا تشوفوا اي اثار مصرية، مجموعة من اجمل واندر المواقع المصرية في العالم. طيب عشان نعرف أكتر عن المبادرة دي معانا على التليفون الأستاذة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة للآثار. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع مشاهدين المحور. أهلا بحضرتك مرة تانية. دلوقتي الحقيقة أن هي مبادرة دعما لمبادرة خليك في البيت، هي حاجة عظيمة وكويسة جدا. قولي لي يا فندم، الفكرة جت من إزاي وتم تنفيذها ومباشرتها إزاي؟ وزارة السياحة والآثار طبعا مع إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا شغالين أن احنا نعمل مبادرة، يعني عايزين الناس تفضل في البيت، stay home stay safe، يفضلوا امنين ولكن يقدروا يتعرفوا على الجمال اللي موجود في المواقع الاثريه وفي المتاحف والمقاصد السياحيه الاثريه الجميله اللي في مصر من خلال وجودهم في البيت وهم ماسكين تليفوناتهم او من على اي شاشه كمبيوتر. ده يقدروا يشوفوه من اي مكان في العالم يا فندم، مش كده؟ طيب يا فندم، الو. ايوه انا مع حضرتك. ايوه فندم، بقول لحضرتك يقدروا يشوفوه من اي مكان في العالم، مش كده؟ من اي مكان في العالم يقدروا يدخلوا على الرابط دوت ويبقوا كانهم ماشيين جوه المقبره، ماشيين بيشوفوا الجمال والنقوش اللي موجوده على الحوائط، ويقدروا يعملوا زوم ان ويشوفوا المعلومات اللي مكتوبه، كمان المقبره دي بتاعت مين، الترميم بتاعها قبل الترميم كانت ازاي، بعد الترميم، كانها زياره ثقافيه بس افتراضيه، هم قاعدين في بيتهم بس بيشوفوا الجمال والالوان البديعه زي ما حضرتك شفتي على الزياره الافتراضيه. فكره عظيمه جدا. طب هل يا فندم في رسوم للخدمه دي؟ لا، الخدمه دي مجانيه، والغرض منها هو الترويج لكل المقاصد الجميله اللي في مصر، مفيش اي رسوم ابدا، يقدروا بس يضغطوا على اللينك وكانهم زاروا المكان بالظبط. طيب هل في اثار تانية هتكون مطروحه على الانترنت خلال الفتره الجايه؟ اكيد، دي مبادره مش بس النهارده وبتنتهي، كل يوم هيبقى في معلومات عن مجموعه من القطع المقتنيات المتحفيه اللي موجوده في المتاحف اللي موجوده على مستوى مصر كلها، دوت بيبقى تسليط ضوء على القطع دي وجمالها واهميتها التاريخيه، والمتحف كمان اللي موجود فيها هيبقى فيه زيارات من داخل المتاحف المصرية، ناخد الناس اللي موجودة في بيتها في مصر أو في أي مكان في العالم كأنهم جوه المتحف، بنعرفهم على المتحف بقاعاته بأهم القطع اللي فيه، نقول حكايات جميلة من التاريخ المصري القديم، كل دوت متاح للجميع ومن غير أي رسوم. ألو ألو. أيوه فندم. طيب يا فندم، ايه الخطة اللي جاية لوزارة السياحة بإذن الله؟ الفترة اللي جاية احنا بنشتغل على تطوير الخدمات في المواقع والمتاحف علشان بعد انتهاء الأزمة تكون جاهزة انها تستقبل الزوار. حاليا احنا شغالين على المبادرة ان احنا تبقى experience Egypt from home، ان يبقى في خدمات تانية مش بس الواقع الافتراضي، في صور، في فيديوهات تفاعليه، الغرض منها ان الناس تتفاعل وتبقى مستنيه تشوف اي جديد بننزله سواء بشكل يومي او بشكل اسبوعي. وهيبقى في الفتره اللي جايه برضو تجهيزات، تدريبات اونلاين وتوعيه للعاملين في القطاع الاثري والسياحي. حقيقه يا فندم انا دايما بقول ان الازمات تخرج منا القدرات،
والحقيقه دي هتبقى نظره عظيمه جدا ان العالم كله يتعرف على تاريخ وحضاره مصر بالشكل الجميل ده. احنا اللينك موجود قدامنا على الشاشه، دي حاجه جميله ولطيفه ومبادره عظيمه جدا. بشكر حضرتك استاذه ايمان زيدان. طيب الحقيقه ان كل وزارات مصر قدرت تقدم حاجات جميلة جدا عشان تساعد المواطن المصري انه يفضل في البيت، وبتحاول بشتى الطرق ان هي تجيب له كل حاجة لحد عنده في كل التخصصات، سواء لو كان عايزين يسلوا المواطن وهو قاعد في البيت، لو يتم تثقيفه او يتم اعلان حضرتنا واثار واهم ما يميز مصر امام كل العالم. خلونا نطلع